كتبدا القصه في واحد الماتش ديال الكبادي. اللي ما كيعرفش الكبادي في حيله قلتي معاه بزاف الغيس، راكم عارفين الهنود كيموتوا على التكرفيس. هذا فريق اغرى وهذا فريق غوغو. فريق اغرى كانوا غلمشلين، واحد فيهم سميتو بينتو كيقصر شويه مازال ما وصل، وهما مسنين وغنشوفو خارج من دارهم كيجري. غيكون ما خلاهش بو يمشي للماتش ديال الكبادي، داكشي علاش تسنى حتى خرج وعفاط. هذا وزير الداخليه، تصل بخو فيجاندار طلب منه يمشي يتلاقى بالعضو ديال المجلس التشاودري، ولكن فيجاندار كان مفربل، بقى عاطيها للدوران ونسب مره عنده اجتماع مع التشاودري. التشاودري عيامه يتسنى، في الاخير سخط بدا كيغوات، قال للرجال ديال فيجاندار بلي غادي يخرج على الوزير حيت خلاه كيتسنى وتحرك من تما. فيجاندار وصلته الخبر ديال التشاوري، هددهم حيت ما جاوش عنده الاجتماع، حط كرسي في الطريق اللي غيدوز منه وجلس يتسناه. سيبه مش زعما. من بعد مده قصيره وصل عنده التشاودري، لقاه قدامه سخاط، نزل من الطوموبيل كيغوت وهو كينقر عليه حيت خلاه كيتسناه. جبد فيجاندار مزرعوا ليه في كرشو، خرجوا الرجال ديالو صفوا الرجال ديال عضو المجلس وخلاهم جبد تما وتحركوا. تهددني على والديك. في الجهه الاخرى يكون بدا الماتش ديال الكبادي، وفريق اغرى خاسرين فرق كبير. غوغو مع كانوا غير مقدرين، كيدخل واحد منهم يهز واحد من الفريق اغرى وكيمشي يقيس به الخط، كيعيا ويشدوه كيحاولوا ما يخليوهش يوصل للخط، ولكن والو. بقاو كيخسروا جوله مورا جوله حتى وصلوا الفرق كبير. وانت دير شي حاجه المبطبط، تفرق دير شي لعبه. فريق غوغو داروا البطوله في كرشهم، ولكن فهاد اللحظه غيوصل بينتو ملي شافوه برد ليهم الماء في الركاب حيت فايتين اللاعبين معاه وعارفين عنده ما يقول. خدا التوني ديالو دخل التيران وبدات اخر جوله. النتيجة كانت 17-24، يعني إلا بغى يربح الفريق ديالو خاصو يقيس كاع اللاعبين ديال فريق غوغو ويهرب للخط. ما عطاهم الحكم بداية الجولة هجم عليهم، دار الأول ديك التصاد خرجوا من التيران، قاص الثاني الثالث الرابع، واحد اللحظة شافو غيهرب نقزوا عليه، بهادشي غيكون قاصهم كاملين واللي عليه هو يقيس الخط. بدا كيتجبد، هما كيحاولوا يمنعوه ولكن هيهات، الحبيب مقدر، جرهم كاملين وقدر يقيس الخط. وهادو هما الهنود قبلوا علينا وصافي. بهادشي ربحوا الماتش وتوجوا باللقب ديال بطولة الكبادي هاد السنة. النهار الاخر صبحوا تصورهم في كاع الجرائد ديال المدينة، وهما كيهضروا على هادشي ضربوا على واحد سميتو بالا كينق على شي بنت. فسفس الزين سير يحفر لبوك الجدر، باقي شي واحد تيقول هاد الكلمة، وهو تابعها وقف عليه بنته وصحابو بداو مطلعينها عليه، حاول يخرج فيهم عينيه واش نق على حبو بنته. نعاود لقاك كتصرع على بنت الحومة، نعاود لحبيبي الطهارة، يلا سير وما تدورش. بالا ما تسرطاتش ليه، هبط للبلاد شارجت الريكتو كامله في واحد التراكتور. والنهار الاخر بنتو مسركل مع صحابو حتى وقفوا عليه، حاول يشرح ليهم، قال لهم بلي هو اللي تسرع على بنت حومتو، والو هما ما كيعرفوا هادشي. نقولوا تسرع لك على بنت حومتك وضربيه. هجموا على بنتو، بدا كيدافع على راسو، والدعوه غت ترون. بدا معاهم دقه فيا دقه فيك، في الاول غمقوا عليه، دخلوا ليه شي دقات، هرسوا عليه العصي، هذا ضربوا بحديده، ولكن ما داش بزاف ديال الوقت حتى تقلب عليهم. هاك شد لقى، اجي انت هاك الفقيره تمك. صاحبنا كان كيطير، اللي جا عنده كيخلي عشته، وهو مشبك معاهم غيكونوا الخطيات ديال صحابو غير كيتفرجوا. هادو هما الصحاب اللي تيوقفوا معاك غف التصاور. بالا شافو طيح كاع هادوك اللي جاب معاه زحديده قصدو، ولكن قبل حتى ما يشير عليه شدو صاحبنا من الرباح وراس المال. قلت ليك الحاج بالا عينيه خرجوا، اشنو نحرمك من كلمه بابا؟ بقى بنته مزير عليه هو تيغوت، وملي ما بقاش قادر يوقف جا فيه بواحد المسمنه غيبو. من زهر صاحبنا المكعور كان واقف واحد المفوض ديال الشرطه وشاف هادشي كامل، اعتقل بنته. في العشيه غنشوفو داخل هو وياه للدار، وهنا غنعرفو بلي المفوض باين بنته. نمشيو عند الوزير وخو فيجاندار، مور ما قتل فيجاندار عضو المجلس ولا واحد الصحفي النهار وما طلاصق فيهم وكيحاول يثبت بلي هما اللي صفوها ليه. عيا الوزير ما يصبر، في الاخير قال لخو يصفى ليه حتى هو قبل ما يوصلوا الانتخابات. فيجاندار حتى هو كيموت على شي حاجه سميتها سكت هذا، صفي لهذاك، هدد الاخر، في البلاصه دار دوميتور وهو قاصدو سمع وحده سميتها راديكا كتغني في شي حفله. صاحبنا طربوا الصوت ديالها، وملي رجع وشافها صافي طاع على ودنه، وناري الحب شدني من باطي، تطلق مني الحب الله ينعل ليك الوالدين. ولكن بيني وبينكم رقم بوله، اخيرا في جندر لقى شي حاجه احسن من القتيله. ترى قلت لك نسافر نصيفط خو وجلس يتفرج في الحفله ديالها. سير هاديك، بقى صاحبنا الوقت كامل غير حال فمو فيها. سالات الحفله، مشاو الناس في حالهم، وهو مازال متكي تما كيعاود الصوره ديالها في راسه. حتى لهاد اللحظه جا عنده المساعد ديالو فكروا في الصحافي اللي خاصهم يسكتوه، وركبوا في الطوموبيل قصدوا دارو. وصلوا ليها، دقوا الباب، وشكون غادي يحل عليهم؟ راديكا. صاحبنا شافها نسى حتى علاش كان جاي، بغى المساعد ديالو يسول على الصحفي سكتو وسد الباب وتحركوا وياه من تما. دخلات راديكا تعشى مع عائلتها، وهنا غنعرفوا بلي الصحفي اللي تيقلبوا عليه خوها. ناري مسخوط الوالدين كان غادي يصفيها للنسيب، وهذه هي الخطوبه ولا بالك عليا. سولها شكون دق الباب، قالت لي واحد الجوج ما عرفتهمش، يلا بغيت نسولهم شنو بغاو وتحركوا في حالهم. سالات الليله، والنهار الاخر وهي غدا لافاك غنشوفو فيجاندار عاصر عليها. صافي مسخوط الوالدين جاب الربح، تبعها حتى عرف فين كتقرا، وفي العشيه غنشوفو ضرب واحد الحطه مهيطكه وداخل لافاك. وات
حتى عرفتي هاد القتالة شحال تيكونوا عنيبات. نهار وما طال هو يصفى البنادم، كتجي وحدة دايرة كيلو ديال الماكياج ومعريه نصف كرشة كدير ليه العقل، وهي في واحد الطيبي حتى دخل عليهم. السلام عليكم، سميتي فيجندر. كيترعد تقول داخل يدوز مقابلة عند ايرون ماسك. كاع داك التصنطيح والهيبة مشات ولا فحال شي خريف. سميتي فيجندر وماكراز زعما الا كان ممكن تادوي اصاحبي واخا تكون غادي تطلب الفيزا. قال زعما في الحقيقه خاصني نكمل ديني وبغيت نتزوج بيك على سنه الله ورسوله. ناري كتعرف الله انت، والله الا باغي يكمل دينه بدا بعدا ويكون خير. ما قالتش لي هذا الشيء ولكن المهم رفضاته. صاحبنا ما تسرطاتش ليه، جبد الفرد يحطه فوق الطبله وقال لها بلي ما بقاش قادر يعيش بلا بيها. داكشي علاش الا ما بغاتش تزوج بيه تهز الفرد يتقتلو. هي عنيبه برتبه ديال المنتحر، راضيك ما عرفات راسها باش تبلات. دربها الوحيد وتزاد زوينه في الهند وهي كتشوف فيه وكتحاول تلقى شي حل لهاد الوحله. قال لها مادام ما قتلتينيش اذا موافقه غدا نجي لداركم. وهالسوار دير واحد الموطور شريتو لك تبقاي تمشي به للدار. وحقه ناري ولقاك مركبه شي كحل الراس. هذيك عيات ما تصبر في الاخير شفتو غادي يغمق عليها وهي تسيف عليه. وشوف هذاك راس طارو موستاج كي القيدون، سوارتك وعرضك خليتهم لك فوق الطبله يلا تهلا، وخلاته واقف تما وتحركت. فيجندر شاف الهضره مع راديكا ما غتجيب حتى نتيجه، شرى الشكلاط وقصد خوها. واهلا سيبي، واتا كي داير؟ قلت ليكم هاد فيجندر مفربل. صح هذيك انت عارفو مزيان، تعرف خوه وتعرف حتى الجرائم اللي دايرين واللي مازال كيدير. داكشي علاش حتى هو في البلاصه رفض يزوج اختو، وهادو بالليله تعرض ليها ولا عاودوا معاه غادي يفضحوا هو وخوه. فيجندر من بعد هاد الاهانه سخط وقرر يدوز من الوضع ديال درويش باغي يدخل من الباب الوضع ديال يريب عليهم الدار ويدي داكشي اللي بغى. العشية والصحافي راجع بموطورو للدار، دخلوا فيه المساعدين ديال فيجندر بالطوموبيل طيحوه. صاحبنا شافهم عرفهم جايين ناويين يصفيوها ليه. جمع داك شوية ديال الجهد اللي بقى عنده قصد واحد جوج ضباط وهو كيطلب منهم يعاونوه، تصدم فيجندر واقف معاهم. طلعوا الضباط في طوموبيلتهم تحركوا في حالهم وهو بقى وسطهم. حاول يعلق ولكن هيهات، شدوا فيجندر ضربوا اللي يتقطع عليه الشرايين وخلاه كينزف حتى عقدهم. راديكا ووالديهم اللي وصلتهم خبر موت والدهم حزنوا بزاف، عرفوا بلي فيجندر هو اللي قتلهم ولكن حتى شي واحد من الناس اللي كانوا حاضرين ما قادر يشهد. نرجعوا عند بنتو اللي غيكون هو وصحابو معروضين لواحد العرس. خوتنا كيموتوا على الشيخات ملي دخلوه ما عطينا الشطح معاهم، ولكن فاش نقول لك شيخات خلينا ما نتراكسو دوك الشيخات ديال المرقه والتغماس. هادي تقدر من العرس لوحتوني وطلع تجري مع بين الحديد في شعر ديال الازياء. المهم ضحكوا نشطوا ومع سلا العرس بدل بنتو حوايجو وشط الطريق يرجع لمدينته. راديكا من بعد ما قتل ليها فيجندر خوها قررت تهرب من البلاد. وصلها باش دا توك توك للمحطة وهي كتقطع البيل ديالها باش ما تماتش الطيارة وقف عليها فيجندر. ختنا شافتو برد ليها الماء في الركابي، طلب منها تمشي معاه بلاتي هي احسن ما بغاتش، وهو يشدها من شعرها وبدا جرها صحه للطوموبيل. فهاد الوقيتة غيكون كلشي كيتفرج وحتى واحد ما قادر يدير شي حاجة. بدات كتقاومو وهو كيجر فيها، وفهاد الوقيتة شكون غيوصل؟ بينتو مسخوط الوالدين مغناطيس ديال المشاكل. هز راسو بان لي فيجندر جار البنت قصده. صاحبنا في الاول كان جاي غير يفك ويصلح لكن شي ما يتصلح، ولكن دفعو فيجندر هو يسخط. دفع الاولى دوزها ليه وهو قاصدو يعاودو دار ليه ديك الرهق. ضرب لي راسو في الطوموبيل تسمع ديك تن، فيجندر في البلاصه غيب كاع دوك السناطح اللي فيه دقه ما هزهاش. وبنتو كيحاول يعرف شكون هذا وشنو واقع ليه مع البنت بدا كيتكلم حدا القرطاس. هز راسو بانو لي الرجال ديالو قاصدينو، طلع في الطوموبيل وعفاط. هربا الطاهر لا تلفتش وراك، علق بنتو والبنت تبعهم فيجندر والرجال ديالو والدعوة غترون. كيدخلوا في المحلات في الطوموبيلات المطار الى مشاو حتى بانوا لي قاصدينك الكعبة معلم. وسط هادشي غتكون راديكا كتعاود لبنتو شنو وقع. صاحبنا ملي سمع قتل لي اخوها وباغي يتزوج بها صحه بقات فيه بزاف. في الاول ملي عرف هذاك اللي تابعو فيجندر خو الوزير تردد شويه، ولكن في الاخير قرر يعاونها واللي ليها ليها. من بعد مده ديال الهروب دخلوا في واحد البلاصه وهي توقف بهم الطوموبيل. هيا صاحبنا يتقاتل معاها، حاول يديماريها، قالت لي ديماري انت. شافوا حتى عياو في الاخير سمحوا فيها تما وعلقوا على رجليهم. بقاو غاديين واللي خرج قدامهم كيصدع مو بنته. واحد اللحظه شافهم حاصره وسد عليها في واحد البلاصه ورجع ليهم. هاك شد لقى، قلت ليك اللي وصل عنده كيدير ليه الشق مق الحريره. حتى لهاد اللحظه وصلوا وحدين مسلحين وهو يجرى وكملوا الهروب. بقاو طالعين في واحد العماره، فيجندر والرجال ديالو موراهم حتى تحاصروا في واحد السطح، وهما مقاتلين مع الباب ديال السطح ربط صاحبنا راديكا بحبل ومعاه دخلوا دفعها وشدها باش تبقى معلقه. والله ويقرب شي حد حتى اللوحه. فيجندر شاف هادشي امر الرجال ديالو وقفوا وسولو شنو بغى منهم. قال لي بنتو اول حاجه غتحيدوا عليا دوك الاسلحه، الامور كتحلى بالعقل. جمع مساعد فيجندر الاسلحه كاملين لاحوا. ها زيد شنو اخر؟ حيدوا السراول. شنو هو؟ ولا اللوحه. صافي وهما كيهبطوا السراول غيكون هو وصلها للارض. ما حيدوا كاملين سراولهم وحس بهم غيتعطلوا باش يتبعوه، نقز من السطح لسطح واحد اخر نزل عند راديكا وعفات. فيجندر فاش هربوا ليه في حيلة فربل. من بعد مدة قصيرة وصل خو الوزير، هيا يهدنو طلب منو يلبس سروال وما يكون الخير، والو حلف ما يلبسو حتى يرجع راديكا. الناس كيتزوجوا باش يحيدوه وباغي حتى يتزوج عاد يلبسو. كيفاش؟ تا كيفاش؟ مرة كنفكر بالجهد، حيد ما فيها والو.
مع هاد النهار كانت الجمعة وصلت العشية ما غاداش تقدر راديكا تاخذ الباسبور ديالها. داكشي علاش خداها معاه لدارهم حتى جاتني. نرجعوا عند فيجاندار، قلب المدينة كاملة على قبلها، فرق تصاورة على الناس، خلى البوليس يديروا براجات، واكثر من هادشي دار مكافأة للشخص اللي غيجيب ليه معلومة عليها. خو عياه ما يصبر ليه، ولكن في الاخير سمعوا الهضرة، قال لي بلي هادشي اللي كيدير بسالة وإلا تبعوا فيه غادي يخرج ليه على بلاصتو. فيجاندار سمع هادشي خرج من تما ساخط وغيبان بلي غيدير داكشي اللي في راسو واللي بغى يطرا يطرا. راديكا غيكون عاجبها الحال مع بنتو، كيخرجوا بجوج، عرفها على صحابو، الامور كانت كتبان غادا مزيان، ولكن هنا غتفكر بلي نسات في دارهم الورقه اللي تخرج بها الباسبور، وهي كتفكر في شي حل قالها بنتو غدا نمشي نجيبها، وبالفعل داكشي اللي كان. فاق صباح فطر ومن زهرو يكون با غادي نفس المدينه اللي فيها الدار ديال والديها، مع طلعوا الطوموبيل جبد عليها بنتو بنعسه، ومن اللي فاق تصدم براسو في الدار ديال الوزير، صاحبنا ما فهم حتى وزه، سول باش كيدير هنا؟ قال لي عندي شي خدمه مع الوزير، داكشي علاش تحطوني انا الاول عاد سير مع الشيفور يوصلك. او يا حميد وهلا يحطك في شي موقف بحال هذا. ملي دخل الدار ديال الوزير هو مغطي وجهه حتى خرجوا. في جندار غيكون هو اللي يستدعى بين بنتو باش يقول لها يقلب معاه، بدا كيحاول يتصور عليه ويهضر معاه بتعالي كيف ما كيدير مع الضباط الاخرين، ولكن بين بنتو طالع عليه القرده للسطح وما عندوش في نقيه. قال لي اسمع داك راس الطار نقول لك جوج كلمات، بغيتي نعاونك هضر باحترام، ما بغيتيش سير رافق بوبكه. في جندار شاف الوجه الثاني هو يجمع الكل، طلب منه السماحه وعطاه دوسي فيه المعلومات ديال راديكا. راديكا ملي مشى بينتو وهي كتخيل فيجاندار شدو الصفه هذه، عيات ما تصبر، في الاخير بدلات حوايجها وتسلات من الدار تقلب عليه. فين غادا؟ فين هو غادا في هاد الليله مسخوط الوالدين؟ يلا قطعت واحد جوج دروبه في الحومه وكتجيبها عبار مع داك بارا اللي سلخو بينتو في البدايه القصه. ما هضرب عليه عرف البنت اللي تقلب عليها خو الوزير، بقى تابعها كيبسل عليها كيلوح ليها الهضره، وهو كيرش عليها الماء من زهر المكعور جابها عبار مع بوين بينتو. ضرب الفقيره تمو بركله جره عليه وطلب من البنت تجي معاه يوصلها. في الاول رفضات، ولكن اللي بقات عليها اضطرات توافق. سولها فين كاينه الدار، بقات غادا بيه. من هنا نعماس، من اللي نعماس، بقاو غاديين حتى وصلوا للدار ديال بنتو، واللي ما عارفاش مسخوط الوالدين هو هذا اللي معاه بوين بنتو. من اللي قالت لي هذه هي الدار تصدم، سولها اش كيجيو هاد الناس، قالت لي الوالدين ديال راجلي المستقبلي. بوين بنتو حتى هو مطور، قال لها ايه مزيان، الله يجعل كلشي مبارك ومسعود. ايوا جيت حتى لهنا جيب لي غير شي شريبه ديال الماء. ازمط. راديكا في هاد اللحظه الدنيا دارت بيها وما لقات حتى شي حل من غير انها تمشي تدق وتمنى بنكي تحليها. دقات الباب وبالفعل حلت بنكي. راديكا شافتها قالت الله فلت، ولكن هنا غيصدمها البوليسي باللي هو بين بنتو. وهما وسط الدار كيسولوا بنكي شنو وقع وشكون هادي دخل بنتو. سولوا باه واش عارفينها والديها هنا، ما قال ليه لا كتسمى هاديك ماك. وهو كيصمك فيه طاحت الصوره ديالها من الدوسي اللي عطاه في جندار، وهنا باه غيفهم كلشي. بنتو شاف باه عرف الحقيقه، جر معاه راديكا وعفاط عيا يغوت ليه، قال لي وقف غير نهضر معاك، ولكن والو. من بعد مده قصيره غنشوفوا فيجاندار كيدق في الدار ديال بنتو، وغتكون وصلاتو الاخبار ديال راديكا عندهم. فيجاندار دخل الدار فرحان، ولكن هنا غيصدمو بين بنتو بلي هربات عاوتاني. وهما مازال في الدار ضرب فيجاندار على الصوره ديال بنتو، وهنا غيعرفوا ولد المفوض ديال الشرطه. بدا مساعد فيجاندار كيهدو كيقول ليه بلي الا ما جابش ولدو البنت غيصفى لعائلته كامله. المفوض عيا ما يصبر، في الاخير شنق على حبو. اسمع هذاك نص بلاصه، الا حط شي واحد منكم غير صبعو على ولدي غنصفى لحبكم جمله. يلا حايد عليا. دوز بنتو الليل كامل هربوا والبنت من باه في جندر، والصباح غنشوفهم مخلطين مع شي وحدين وسط واحد الاحتفال باش يهربوا من المدينه. قدروا يفوتوا البوليس، ولكن من بعد مسافه قصيره لقى واحد العصابه مع في جندر كتسناهم. صاحبنا شافهم حاصرهم زلز واحد الحبل لاصقه في حجره، وبدا اللي وصل عنده كيريب هاك شد لقى، الا مشات حتى جات فيك ديك الحجره غير وده طيح بزاف منهم، وهذوك اللي بقاو شافوها ما حماناش هما يعلقوا. في نفس الوقت ولاد حومتو شدو البوليسي اللي خدام مع فيجاندار حيدو ليه اللاسلكي، وباستعماله بعدو كلشي على الطريق اللي يدوز منه هو وراديكا. يلا قطعوا مسافه قصيره خارج المدينه، لقاو صاحبو طبيطه موجد ليهم واحد الطوموبيل، تما عطاوه الموطور رجع بيه وهما كملوا بها المطار. في المطار لقاتو صيفط واحد من صحابو جاب ليها والديها توداهم. راديكا شافتهم بغات طير بالفرحه، مشات كتجري ودعاتهم ودخلت مع بنتو للمطار. صاحبنا معاه وصلها للباب عطاها الباسبور ديالها ودار دوميتور. راديكا ما عجبهاش هاد التصرف اللي دار وغيبان فحال ولات كتبغيه وبغات تبقى معاه. وسيري فحال كابت الناس. رجع صاحبنا للطوموبيل باش يتحرك لقاها نسات الشال ديالها، ديك الساعة خداه وطار يعطيه ليها. وصل الباب ديال المطار لقاها مازال تما، وغتكون هاد الوقت كامل كتسنى يرجع يمنعها تسافر. وغا بعدي مني اختي هالعار. صاحبنا شافها مشى كيجري عنقها وغيبان بلي حتى هو ولا كيبغيها. وهما كيهضروا في شنو غيديروا دابا دوروهم الضباط. ومن بعد مده قصيره وصل فيجاندار، حاول بنتو يمنعوا يديها تدخلوا الرجال ديال با اعتقلوه. ديك الساعة خدا فيجاندار راديكا وتحرك من تما. النهار الاخر نشوفوه كيوجد العرس، وراديكا كتقصي دخل عندها لقاها ناشطه. فيجاندار حساب لي صافي راسها تهرس ووافقه تزوج بيه، ولكن هنا غتصدمو باللي فرحانه حيت عارفه بنتو غادي يجي على قبلها. سولها شنو اللي خلاها متاكده من هذا الشيء، قالت لي داك النهار كان مازال حتى ما كيعرفني وحيد لكم سراولكم، فما بالك دابا اللي ولا كيبغيني. ناري
رفد عندك ودي الحاج في جندر. مشات الهيبة في جندر هاد الهضرة ما تسرطاتش ليه، فحيلة قلت شدات ديك شوية الكرامة اللي بقات عنده وشفات عليها مزيان. في العشية غنشوفو في الكوميسارية كيتنازل لبنتو على الشكاية، وغيكون دار هادشي باش يخليهم يخرجوه ليه يصفيها ليه عاد يمشي يكمل عرسو مع راضيكا. باين بنتو في الأول رفض يطلقو، ولكن فاش قطع في جندر المحضر ما بقاش عنده لاش يبقى شادو. بنتو حتى هو داخل على القرعة ما حيدو ليه المينوت، قلبها نتلاقاو في العشاء وتحرك معاهم. من تما قصدو نيشان واحد المهرجان يفاريوها فيه، ما وصلوا ليه لاحو بنتو هجموا عليه شي وحدين. وشنو غادي يطرى؟ ترون حاول الوزير يقنع في جندر يحبس هادشي اللي كيدير رفض، وكتر من هادشي من اللي بقى تيلح عليه جمعها مع بواحد المسمنه قدام الناس. خلى في جندر الرجال ديالو حتى عيا وبنتو مزيان، عاد جاب راضي كتفرج ودخليه ما تقاد ماشي يرعي عليه بكروشي دوخه وبدا عليه هادي تنفع هادي الضر طنطنو مزيان. رد عليه بنتو شي دقات ولكن ما دام منه لا حق لا باطل، وهو كيتبادل مع الكروشيه ضربو في جندر الراس دوخه وجبد موز زرعو عليه في كرشو طيحو. في جندر واللي معاه قالوا صافي محال يزيدها، ولكن هي هات واش هادو هنود وما عارفينش البطل الهندي حتى كتخلى ضارب وعاد كيخرج القوه ديالو. ناض صاحبنا ربط الجرحه بالشال ديالها وقصد في جندر، بقى غادي عنده واللي تقاد معاه كيطيح حبو. هاك نعس ديو ليا الدريه هاك الفقيره تما، قلت ليك اللي عطاه ضربه ما كيزيدوش الثانيه. طيحهم كاملين وشبكها مع في جندر. في جندر حتى هو واخا في غير عرق واحد ما كيتصرتش، شد مع بنتو في الاول بقاو دقه فيا دقه فيك، ولكن واحد اللحظه ضربوا بنتو بكروشي اللودان تسمعها ديك تن. مور هاد الدقه في جندر ما بقاش كيسمع، وهنا تقلب عليه بنتو. هاك شد لقى دخل ليه شي كروشيات مزيانين وهزو حتى السما وخبطو مع الارض. كلشي قال صافي ما غاديش يعاود ينوض، ولكن وصاحبنا مع النقره ديكا طل موراه لقى في جندر خدا البوليسي السلاح ديالو ومنيش فيه، وهو كيوجد باش يصفى لهم بجوج تكلمات في قرطاسه للراس، وغيكون خوه صافي طلع عليه فراسو بالخصوص من اللي صرفقو. داكشي علاه صفت ليه المساعد ديالو وسكت ليه الحجره بمره. بهادشي تهناو من في جندر وغيبان بلي اخيرا غادي يقدروا يكملوا حياتهم بجوج بلا ما يخافوا. عفريت ديتي الزين معلكش، والله يجيب حتى حنا شي في جندر نخليو ضاربوه. وحتى لهنا غنكون وصلنا لنهاية القصة. إلى عجبتكم ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب وبارطاجيو مع صحابكم. هادي انستغرام ديالي، كان معاكم يوسف، نتلاقاو في فيديو الجاي. بيس.